وللوقوف أكثر على الصفقة الأمريكية الإيرانية لإفراج الأخير عن معتقلين أمريكيين مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار إيرانية مجمدة لدى واشنطن، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبد القادر النعناع. السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم دكتور. كيف تقرأ استثناء إدارة بايدن وإدارته لأموال صفقة تبلغ 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة وفق عقوبات مفروضة على طهران؟ بمعنى آخر، كيف تقرأ سياسة بايدن تجاه طهران؟ حياكم الله. بداية، هذه يمكن اعتبارها صفقة بديلة، يعني بالأساس مشروع إدارة بايدن عندما وصل إلى السلطة كان استعادة نهج أوباما في التفاوض مع إيران للعودة إلى اتفاق نووي شبيه باتفاق أوباما أو اتفاق جديد، لكن نتيجة ضعف إدارة بايدن في التعامل مع الملف النووي، عدم قدرتها على التعامل مع التحديات الموجودة في هذا الملف، متغيرات الدولية، فقدان الثقة بين الطرفين، عرقل مشروع بايدن في الوصول إلى الصفقة الأساسية التي كانت هي الاتفاق النووي. طيب. إذن 3 سنوات الطرفان غير قادران على الوصول إلى نتيجة. اليوم هما الطرفان بحاجة إلى صفقة بديلة. هذه الأموال بالأساس يقال أنها أموال شرعية كانت سمحت فيها إدارة ترامب كمبيعات نفط لكوريا الجنوبية، ثم فرضت إدارة ترامب عقوبات. إذن المشكلة ليست في الأموال بحد ذاتها بقدر ما هو عجز الطرفين عن الوصول إلى اتفاق نووي كان سيقدم خدمة أكبر للطرفين. طيب. كان على الأقل سيضع المشروع النووي الإيراني تحت رقابة دولية، هذا بالنسبة للولايات المتحدة. كان سيضبط الحراك العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، ثم بالنسبة إلى إيران كان سيقدم لها المزيد من الأموال، مبيعات نفط، انفتاح على النظام الاقتصادي الدولي. نعم. لكن لم يكن هناك إمكان سوى هذه الصفقة. هذه الصفقة مفيدة للطرفين. بايدن بحاجة إلى تجميع أكبر عدد من المنجزات خلال هذه السنة أو من هنا إلى عام قادم، لديه استحقاق انتخابي، وهو تحت ضغط جمهوري كبير وتحت ضغط من بايدن وفريق بايدن، عفوا ترامب وفريق ترامب. ثم إيران بحاجة إلى التقاط أنفاس. إيران طيب تحت ضغط كبير جدا سياسي وأمني واجتماعي معاشي داخل إيران، نتيجة عقوبات، نتيجة التدخلات العسكرية، نتيجة الانهيارات المعاشية، نتيجة الاحتجاجات المستمرة. هي أيضا بحاجة إلى تبريد أزماتها، إلى التقاط أنفاسها. صحيح أن هذه العوامل لم تؤدي إلى انهيار النظام، لكن الوضع المعاشي لم يعد يتقبل طيب. مزيد من الضغط هذا، لذلك إيران وافقت وبايدن وافق. إذن التقى الطرفان على نقطة صفقة مؤقتة بديلة عن الصفقة الأساسية، وهو ما يمكن أن يشكل فعلا ضوء أخضر لإيران للاستمرار في هذا النهج، للاستمرار طيب. في تعنتها، للاستمرار في رفضها لوضع برنامجها النووي بشكل كامل تحت الرقابة الدولية. طيب كيف تقرأ هنا في هذا الإطار، كيف تقرأ تهديد إدارة بايدن إلى إيران إذا ما خرقت الاتفاق؟ يعني هذا التهديد كان بالأساس، هل لازالت إيران تخشى من هذه التهديدات أو تهديدات من هذا الشكل وتكررت ولكنها لم تنفذ تجاه طهران وليس فقط في زمن بايدن؟ يعني كان آخرها ربما إرسال حاملة الطائرات و3000 جندي إلى الخليج. التهديد هو بشقي، التهديد العسكري أو فرض عقوبات، هو نهج أمريكي مستمر منذ عام 1979. طيب. ولكن في النتيجة لم تقم الولايات المتحدة باستخدام القوى العسكرية بشكل مباشر ضد المصالح الإيرانية أو ضد إيران بشكل مباشر. آخر فرصة كان ممكن أن الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية ضد إيران كان عام 2019 عندما اعتدت على الإمارات وعلى السعودية. لكن اليوم لا الظرف الدولي يسمح، لا الظرف الأمريكي يسمح، ولا الظرف الإقليمي يسمح، لأن هناك متغيرات. اليوم الولايات المتحدة إدارة بايدن رغم كل هذه التهديدات هي أمام استحقاقين دوليين أهم بكثير من الملف الإيراني، وهو ملف شرق أوروبا، استمرار النزاع الروسي الأوكراني والولايات المتحدة منخرطة فيه بشكل مباشر، ثم الملف صعود الصين وملف جنوب شرق آسيا، وظهر حديثا ملف جنوب الصحراء، أفريقيا جنوب الصحراء. إذن الولايات المتحدة ليست بوارد الانخراط العسكري في الشرق الأوسط، بالعكس هي تقوم بتخفيف التزاماتها العسكرية في الشرق الأوسط. ثم أي عمل عسكري باتجاه إيران يحتاج إلى بيئة إقليمية مواتية. اليوم
لا دول الخليج العربي أصبح باتت قادرة على أو راغبة في المشاركة في عمل عسكري بعد عملية تبريد الأزمة بينها وبين إيران، مصر وتركيا لن تشارك في هذه العملية، إذن ليس هناك سوى إسرائيل. أي عمل عسكري اليوم سيكون تدمير لما تبقى من مكانة أمريكا العالمية لصالح صعود الصين ولصالح تمرد روسيا على النظام الدولي. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ذاهبة، وإيران تدرك ذلك، وإيران تدرك أن ليس هناك عمل عسكري حقيقي، ربما هناك أعمال تخريبية، ربما هناك استهداف لمصالح إيرانية في الإقليم أو حتى داخل إيران، ولكن استخدام عمل عسكري تجاه إيران في الفترة الحالية وفي السنة الأخيرة من إدارة بايدن مستمع. لا أعتقد أن ذلك واقع. نعم. حاليا. طيب، أيضا موقع المونيتور الأمريكي يقول معلقا على الصفقة الإيرانية بشأن تبادل المعتقلين الأمريكيين مقابل الإفراج عن الأموال، أن هذه الصفقة كان لها ثمن، ما الثمن برأيك الذي ستدفعه أمريكا غير الإفراج عن الأموال المجمدة لدى واشنطن؟ الثمن الأكبر هو عدم الوصول إلى صفقة الاتفاق النووي، وبالتالي استمرار إيران في مشروعها النووي، والحديث الآن أن إيران تجاوزت نسبة تحصيل 80%، يعني إيران فعليا أصبحت قريبة جدا أن تصبح دولة تمتلك سلاح نووي. الموضوع يتعلق اليوم بقرار إيراني بإنتاج أول قنبلة أو بإطلاق أول قنبلة نووية، ربما الموضوع يتعلق ببعض الإجراءات الفنية زائد القرار السيادي الإيراني. إذا هذا هو الثمن الأهم، لكن في المقابل ربما هذه الصفقة تفتح المجال للطرفين إلى صفقات بديلة متوالية خلال هذا العام القادم، يعني هنا إلى مدة عام. من على سبيل المثال ربما نرى تخفيض العقوبات على موضوع تصدير النفط، خصوصا أن سعر النفط بلغ 95 دولار وهذا يؤذي الاقتصادات الصناعية الكبرى. ربما يكون هناك صفقات مشابهة فيما يتعلق بتمويل قضايا إنسانية كما يقال، لكن بالأساس الولايات المتحدة أو إدارة بايدن عجزت عن إدارة الملف النووي الإيراني وما يترافق معه، ملف الصواريخ البالستية، ملف التدخلات في الشرق الأوسط. إذن هذا هو الثمن الحقيقي الذي دفعته إدارة بايدن. طيب، هنا أيضا ألا ترى أن هذه الصفقة ستكون سابقة تمنح خلالها إدارة بايدن الأنظمة القمعية الأموال مقابل الإفراج عن محتجزين، يعني سابقة أن تمنح أنت مال مقابل الإفراج بدون أن تتخذ ربما إجراءات أكثر رادعة وأكثر تكون عقابية؟ النقطة الأولى أنه أتى الإفراج عن هذه الأموال المجمدة مع حفنة عقوبات جديدة، بغض النظر أنه العقوبات لم تعد ذات معنى على النظام الإيراني لأنها أصبحت كثيرة جدا عام 79 وتأقلم. نعم. لكن الولايات المتحدة بالأساس تفاوضت مع روسيا، وأذكر مع فنزويلا إذا لم تخني الذاكرة، على نفس الموضوع كذلك. إذا الفكرة أنه الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض لإخراج أو إطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين. موضوع أنظمة قمعية أعتقد أنه الوقت قد فات في البيئة الدولية للحديث أن هذا النظام قمعي أو غير قمعي لسبب بسيط، أن اليوم النظام الدولي أصبح نظام مرن جدا سائل، هناك تغيرات شديدة، هناك إعادة بناء التحالفات الدولية. حتى بايدن نفسه عندما حاول استعادة شعارات بوش الابن أو أوباما في نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان فشل في ذلك، وعندما قال سأجعل السعودية دولة منبوذة عاد وذهب إلى السعودية وتفاوض معها. إذن الموضوع لم يعد ذا جدوى الحديث عن دول قمعية، لأن اليوم النظام الدولي كله في إعادة ترتيب وبناء تحالفات جديدة. طيب سريعا، يعني مسؤولون أمريكيون يقولون أن هذه الأموال من المفترض أن توجه لشراء يعني مشتريات إنسانية، ما الضوابط التي يمكن متابعة مراقبة هذه الأموال ولنا في نظام الأسد يعني الأسوة المعهودة؟ نظريا يمكن ذلك من خلال، أولا الأموال لن تسلم إلى إيران بشكل مباشر على ما فهمت، هي ستوضع في حسابات مصرفية في دولة قطر. نعم. إذا قطر ستكون مسؤولة أمام الولايات المتحدة، هذا أولا. ثانيا، عملية التحويل المالي الدولي هي مراقبة أو في جلها مراقب من نظام المصرف المالي، مراقب من الولايات المتحدة. ثم أي جهة ستستقبل أموال من هذه الأموال ستحتاج إلى ضمانات من الولايات المتحدة أنها لن تتعرض إلى عقوبات. هذا نظريا. إذا نظريا يمكن فعلا مراقبة عملية التصرف في هذه الأموال، لكن ذلك لا يعني أن إيران قادرة على
تحويل جزء من هذه الأموال سواء بالفساد سواء بالتلاعب إلى مشتريات خاصة بالنظام، مشتريات أسلحة أو تمويل جماعات معينة. نعم. لكن يبقى الموضوع لدى إدارة بايدن. إدارة بايدن كانت ضعيفة في إدارة الملف الإيراني منذ اليوم الأول، وربما هذا يتسبب في تسريب جزء من هذه الأموال. نعم. نعم. إلى أهداف غير إنسانية. الدكتور عبد القادر النعناع الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.